كلنتي وناكسن داوود يا الميلة جوكتامبا مقعيقو عمر سيربيا كسو دواد واركي صومالي تشانل وين كسو اخريو استوديوها تلفزيون كل ايهي مقالة دهر قيسا قطبة داوود يا الوركان عندكوها هي وحا كاميدا ورر كصحفيين تقرن كصومالية دي يقار كتر سمور باهين تمقتشو وحي عن باريين حريقا دولاد بنتلان اي مقالة قروة وقيستي ورية جامعة دبراني مملكة التلفزيون كصومالي تشانل إيو ورباهين تكهول كش مجلة هركيسة إيو جونا وحي عن باريين حركة دولة بنتلان ما أنتي مجلة جرو جيستي ورية جامعة دبراني صحافة كهول كش مجلة نيروبي أي إيو جونا وح لقح ما ذكوا تلمامي سلام مركزنا عن باريين حركة جامعة دبراني لجو جيستي بنتلان وحني دولة بنتلان كعد صدين إن شروط الآن لجو سيدايو مجلة الجروونة وركز حافين تبونت لان ماب أي يجون كورونا يشين واحد كوع باريين حركة دولة بونت لان أي مجلة الجرو جيستي وريه جامعة دبراني قارك بده حسبية السياسة دي كتير الصومالية يا يجون شراء قبتين واحد برلمان كصومالي يجوا باقين إن لا أنصحية نظام كحسبية ذا سيلو جاربي ده دين دورشك حرة وكذا عدا الصومالية madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa isaguna si macsalaamiyay ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay oo bisha soo socota shaqadii ka dhantahay kuwaas iyo qodobo kale ku saabsan wararka Soomaalida ayaad ku arki doontaan warkeenan waxaana daawan doontaan warkaasi dhameystirkiisa waqti aan fogaan kadib